اجتمعت أسرة معهد الشام العالي فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو بالسادة أعضاء الهيئة التدريسية في اجتماعها الذي تعقده كل عام في كلية الشريعة والقانون بأقسامها الثلاثة: قسم الشريعة، قسم القانون، قسم الاقتصاد الإسلامي، وكلية أصول الدين، وكلية الدعوة والدراسات الإسلامية بقسميها: قسم الدعوة والإعلام وقسم اللغة العربية، وذلك بحضور السيد عميد معهد الشام العالي الدكتور تيسير أبو خشريف. وكان برنامج الاجتماع عبارة عن كلمة عميد الكلية، وكلمة لعميد معهد الشام العالي، وكلمة لرئيس فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو، ونائبيه للشؤون العلمية والشؤون الإدارية الدكتور عبد السلام راجح وفضيلة الشيخ محمد عدنان الأفيوني، والاستماع إلى كلمات السادة المحاضرين وآرائهم حول مسير العملية التدريسية في هذا العام. ومن أبرز الكلمات التي ألقيت كلمة عميد معهد الشام العالي الدكتور تيسير أبو خشريف، حيث أشار الدكتور تيسير أبو خشريف عميد معهد الشام العالي في كلمته إلى عدة نقاط، منها اعتماد الخطة الدراسية حيث أخذت مدة طويلة في انتقائها مع المعنيين في وزارة التعليم العالي، وذكر مرحلة الدراسات العليا والتعميم بالاعتراف في معهد الشام العالي. كما أكد فضيلة الشيخ محمد عدنان الأفيوني معاون رئيس فرع معهد الشام العالي في مجمع الشيخ أحمد كفتارو في كلمته على دور الدعاة في كل المجالات الدينية للنهضة الفكرية في بلدنا الحبيب. وأعطى الدكتور محمد شريف الصواف رئيس فرع معهد الشام العالي في مجمع الشيخ أحمد كفتارو الصلاحيات الكاملة للإدارات في الكليات، وتكلم عن نظام المنح في المجمع. كما كانت كلمات السادة العمداء في الكليات الثلاثة حول النظام الداخلي للكليات وبث روح الأمل في نفوس الطلاب. واقترح الدكتور محمد خير هيكل رئيس قسم الشريعة في كلية الشريعة والقانون الخطط الدرسية وتوفير المصادر والمراجع للمحاضرين والطلبة. كما واقترح الدكتور محمد أديب الحسيني رئيس قسم القانون في الكلية أيضا تطوير مجال العملية التدريسية من خلال اختيار أفضل الكفاءات العلمية وتطوير عملية البحث العلمي وخدمة المجتمع قدر الإمكان. وكان من آراء السادة المحاضرين في جميع الكليات العمل على تحويل الجامعة إلى جامعة عالمية، طرح فكرة معيد في الجامعة، تفعيل دور اللغة العربية في جميع الكليات والرقي بالطالب إلى المستوى المطلوب، وجود آليتين للتواصل الاجتماعي في الكلية، وأن تكون العلاقة بين الطالب والمحاضر علاقة أخوية، وزرع الأمل في نفوس الطلبة. نسأل الله تعالى في ختام هذه الاجتماعات أن يوفق ويسدد خطى الأخوة المعلمين لما يحبه ويرضاه.